هنا في هذا الحي في حي الشيخ رضوان بجوار مجمع المدارس بالقرب من بركة الشيخ رضوان، أقدمت قوات الاحتلال على ارتكاب مجزرتين في هذين المنزلين، المنزل الأول يعود لعائلة الخلدي والمنزل الآخر يعود لعائلة عروق، حيث تم استهداف منزل عائلة عروق ووجود أكثر من 20 شهيدا في هذا المنزل. كذلك قامت قوات الاحتلال وقام جنود الاحتلال باقتحام هذا المنزل يعود لعائلة الخالدي وإعدام عدد من أفراد العائلة. سيكون معنا أحد شهود العيان والذين أنقذوا الشهداء وأنقذوا من تبقى في هذا المنزل، في منزل عائلة الخالدي. يعطيك العافية. الله يعافيك. كيف حالك؟ أنت من سكان هذا الحي صحيح؟ صحيح. لو تحكي لنا إيش اللي صار في منزل عائلة عروق في الأول وإيش صار في منزل عائلة الخالدي؟ اللي صار دار عروق صار ضربوها صاروخ في 16، بعد ما ضربوها في صاروخ في 16 بعد نص ساعة إلا الدبابات لقيناهم جايين، لقينا الدبابات سحلين في الشارع هذا كله. الدبابات أجت من هذا الشارع؟ الدبابات أجت من الشارع. طبعا للعلم مشاهدينا الكرام هذا الشارع يؤدي إلى الشارع الجلاء والشارع الرئيس في منطقة مدينة غزة، يؤدي إلى بركة الشيخ رضوان في آخر هذا الشارع وإلى مدارس الشيخ رضوان. تمام، دخلت الدبابات، ماذا حصل؟ بعد ما دخلوا الدبابات وقفت الدبابة على طرف الشارع هذا بالظبط، وحدة هنا خبطت الباب بعد انخشت ايش قوة جوا، دقدقوا عليهم. عمين دقدقوا؟ أدار الخالدي. قالوا مفتحوا الباب، صار النسوان تصوت، فتحوا القنبلة رموها فقعد، كمان مره فتحوا كمان قبله رموها، بعدين خشوا اقتحام طبوا عليهم كلهم رش. انت لما صار هذا ما تحدثت به وين كنت؟ ببيت عقبالهم بالضبط. فلتناهم 10 دقائق بعدين ايش؟ لقينا محمد طالع من ربطينه مشلحينه طالع هو غمره من هنا طالعين الشارع هذا لفوا لا اللهم صل على سيدنا محمد للمدرسه اللهم صل على سيدنا محمد عمرو ورا البركه. يعني الجيش اخذ احد الشباب من هذا المنزل واخذ النساء صحيح وداهم على مدرسه عمرو صحيح. تمام، انتم متى علمتم انه في عمليه اغتيال جوا، عمليه تصفيه وفي بعد ساعتين بالضبط؟ كيف عرفت انه في ناس مستشهده جوا في المنزل؟ بعد ما نزلت اطمن على الحاره، يعني بعد ما طلعنا نلاقي الجثث في الشارع والناس المصابين، صرنا نسحبهم ونسعفهم. بعدين اللي بطلع بزعق محمد فيصل الخالدي اللي بقول يا محمود تعالي الحقني يا محمود. بعد ساعتين اللي لقيته بعد ما روح من المدرسه جاييني كمان مره اللي بقول لي الحقني يا محمود، اهلي مصابين كلهم واخوي استشهد احمد فيصل الخالدي، هو والله ما صلى على محمد، هو عيلته يعني في عيله منه. دخلت البيت شو لقيت؟ لقينا كل جثث اعدام كله، الماكل طلق في راسه، الماكل طلق في رقبته، اللي في صدره، وغالبيهم نساء كمان، في اعدام نساء واطفال كمان. شكرا جزيلا لك. إذا كما استمعتم لشهادة أحد الجيران فقد تم استهداف الآمنين في هذا المنزل وتم تصفيتهم بشكل مباشر. هنا في هذا الركن من المنزل كانت جريمة الاحتلال بإعدام 8 فلسطينيين، ليعود الاحتلال بعد 7 أيام ليطمس معالم الجريمة في محاولة فاشلة منه بهدم جزء من هذا المنزل، ويبقى هذا الجزء شاهدا على الجريمة حتى هذه اللحظات. محمد أحمد من منطقة الشيخ رضوان لصالح قناة تي ار تي عربي.